السلام عليكم اخوت، كما كتشوفوا معايا الحاله ديال الدري ولدي عثمان الرجل. خوتي ديجا كان الدري ولدي نعس ليا في نيسينا في الرباط السويسي، ديجا كان نعس ليا في الانعاش 20 يوم، هو نعس ليا في السويسي. خوتي انا ما طالبت شي حاجه، طالب غير العلاج ديال الدري ولدي. اش اللي طالب؟ ها هو محيدين له الشقه ديال الراس ديالو. اليوم الحاله ديال الدري ولدي تنفخت بزاف، طلعت له السخانه 40. ديجا صيفطت لواحد الدكتور قلت له شوف الحاله ديالو، كتب لي الدواء خشري شولو. ولكن دابا المشكل اللي كاين هو الناس ديال السويسي ما داروا معايا حتى شي حل. كما كتشوفوا الدري ولدي فهم شي فرقش الام ديالو كاع مره. خوتي انا فهمتي تمشي عندهم السويسي، تنقصر الترونسبور المركوب باش نوصل تما الرباط على اساس باش يتعالج ولدي. ما كنمشي تما ما كيديروا معايا حتى حد. تنطلع الجاج هبط لها فوق هبط هنا، تتصل ربعه تيقول لك حنا سالينا. خوتي انا طالب ما طالبش شي حاجه، طالب غير العلاج ديال الدري ولدي، ما طالبتش شي حاجه. تمشي تما كنت ديجا تلاقيت بواحد الدكتور الماموني تما كاينات، قال لي راه انا هو اللي اساس مكلف بالعلاج ديال ولدك، تيقشو على اساس عادي. قلت له مرحبا، قال لي راه شهر 9 في 21 تالا عندي على اساس باش شهر 9 في 21 قال لي تالا عندي على اساس باش نعالجك الدري ولدك ونشوف لك المسائل ديالو. الدكتور الماموني مشيت لعندو ما لقيتوش تما كاينات، عييت من تواصل مشيت الانسان عارف الهضره ديال العيالات حقا خاص تمشي شي جمعيه لا تقعد معاك جمعيه لا دير. انا مشيت للجمعيات، تواجهت لشحال من جمعيه، كل جمعيه تيقول لك خويا انا الحاله ديال ولدك قلت لك حاله خطيره ما نقدروش عليها. مشيت لواحد المصلحه قلت لهم راه الدري ولدي مريض واش يمكن لك تشوفوا له؟ قال لي خويا حنا ما نقدروش نشوفوا الدري ولدك، نتبع في السويسي خاص تبقى في السويسي. عاوتاني الدري ولدي ما بقاش كيشوف العوينه ديال إذن مشاهدي جزيرة التعبير، مرحبا بكم معنا في البث المباشر من مدينة دهية. كما كتشوفوا الآن التوقيت فات 12 الليل، ولكن حالة تستدعي تدخل عاجل. بغيناكم كاملين تبارطاجيو هذا الفيديو في أوسع النطاق، لأن هذا الشاب اللي كيعاني مع ولده عثمان الآن اللي تحيدات له الشقفه ديال الراس ديالو وكله حديد في الراس ديالو وما كيشوفش مسكين بعينو بجوج. الان الاب ديالو الله يحسن العوان، الاب ديالو عامل مويوي، مره خدام مره ما خدامش، كيطلب المغاربه باش يتعاونوا معاه لان الحاله ديالو كتستدعي تدخل عاجل من الاطباء. سي سليمان نواحي قنيطره، تنقلنا في هذه القصه ديال الليل، تنقلنا باش نوصلوا المعاناه ديال هذا الشاب اللي كيناجدو وتواصل معنا هذه أسبوع. الله يخليكم الله يجازيكم، أنا الأمل في الله سبحانه وتعالى وفي أمان في المغاربة باش يتعاونوا معايا، لأن عثمان كنشوفوا يوميا الحالة اللي كتدهور. الدري اللي كان عنده الأمل كبير في ولده باش يشوفوا تا هو يشوفوا في واحد الصحة جيدة، ولكن قدر الله الدري الآن اللي كله حديد في الراس ديالو ما كيشوفش. شتي كما كان لكم السيد دابا الدري ولدي ما بقاش كيشوف بعينه. الحالة شحال ولد في عمره؟ دابا الدري ولدي في عمره 4 سنوات، 4 سنوات الدري ولدي كان عادي، كان نعاس بخير وعلى خير، فاق الصباح فاق قنبوشي له في الراس، بقى تيتمخط بزاف. الوقت اللي انتقلت به للسبيطار هنا سبيطار القوب سيدي حي الغرب، صيفطوني للقنيطره، تقريبا 3 جور وانا نعس فيه في سبيطار الغابه ما داروا معايا حتى حل، شدوه حطوه في واحد الشومبر بوحدو، ما واحد ما تكلم معاه، حتى واحد ما شي حاجه. النهار جيت بالحد باقي عاقل، دخلت لقيت واحد الستاجيره ماشي فرمليه ما نقول. ولكن لقيت اللي تحول للطبيب ديال الراس، هذوك الناس ما داروا معايا حتى حل، ما داروا معايا. خصوصا النهار اللي كنت مشيت واحد النهار تما على اساس لقيت الدري ولدي خرج في شهر 12 شهر 3 مشيت لعندهم، تما كاينات، لقيت واحد الدكتور الماموني. قلت له الدكتور الله يرحمك الوالدين راه انا عييت من نطلع وهبط، شوف معنا شي حاجه. قال لي شوف انا اللي فتحت الدري ولدك، ما تخاف غير تهدن، انا غنتكلف لك بالمسائل ديالك. قال لي شهر 9 ان شاء الله كبير الفوق، تيقول لي هبط لتحت. الوقت اللي كان انا كنهبط لتحت كنلقى سينيغالي ولا ما عرفش، المهم افريقي كيهضر معايا بالفرنسي، انا ما قاريش ما عارفش هاك الهضره اللي كيهضر، تيقول لي خاصك ما عرفتش شنو تما كاين. تبقى توصل الربعه، الوقت ديال الربعه كيمشي كلشي فحالو، تيقول حنا سالينا تنعاود نجي فحالي، تنخسر فلوس ترونسبور فلوس مركوب فلوس الغدا فلوس المسائل ولا ما خدام والو. انا ما طلبتش شي حاجه، كنطالب الدري ولدي حيت دابا راه ما بقاش كيشوف ليا بالعوينات ديالو، وانت في عمر ديالو 4 سنين اقسم باش كنتالم كيشوف ولاد خويا كيتفرجوا في التلفزيون، وكيقول لي بابا حتى انا بغيت نشوف. كما كتشوفوا الحاله ديال الشقفه ديال راسه كلها محيده، مركب غير الحديد في الراس. اليوم واقف معايا داك السيد،
تنتمنى له الخير. واخا كل شيء وقع له هاد الشقفه تيحيدوها للاطباء. لقيتي دخلت السويسري قال لك خاصو يدير العمليه ديال الشقفه ديال راسو خاصو يحيد. سنيتا. شنو المشكل كامل؟ ما كان عنده حتى شي مشكل من غير كانت زاد لقيتي اللي كانت زاد فيها كانت زاد عنده اربع حبلات في عنقو وكان زاد به الصفار. نعس به بالنسبه لسبيطار الغابه 10 ايام. ولكن من تما الحمد لله الامور ديالو بخير وعلى خير. انا اللي طالب غير بولدي يشوف العوينات ديالو ويشوفوا من الحاله ديالو يديروا له السكانير ويعرفوا شنو عنده. كيقولوا لي راه هنايا مركب شي لاباري هنا في هذه البلاصه هذه هي اللي مكلفه له بعينه. جميع الجمعيات مشيت لعندهم، جمعيه كرامه في قنيطره مشيت لعندهم ما درش معاهم تيقول لك لا خاص جبنا ورقه من السويسي، السويسي ما كانش عندهم كيديروا معايا حتى شي حل. انا نطالب حاجه وحده غير يشوفوا ولدي يشوف عويناته ويديروا له السكان اخويا. الله يحسن عواك الان انت كتشوف كتشوف ولدك تيتقطع قدامك لا عيني مسكين والحديد في راسو. كيفاش الحاله ديال الموت كاينه تاهي؟ اقسم بالله العظيم اخوتي تاوليت انا كنهرب كنهرب باش ما نشوفش ولدي بحالك. الناس يا سيدي حياه راه عارفني كنت خاوي سيدي حياه للاسف باش ما نشوفش ولدي. كنخدم على البعد باش ما نشوفش ولدي كيتعذب قدامي. انا وقتي اللي كنشوف ولدي كيتعذب قدامي انا براسي كنتعذب كنتعذب بزاف. ما كنشوف ولدي براسو براسو بلا حتى شي حاجه عاب بوحدو. ودابا خاصه مازالت واحد اختو عاوتاني جات عند الابن يلاه دابا عندها تقريبا شهر. شحال وليدات عندك؟ عندي هو الكبير وعندي البنيه اللي عندها دابا 12 يوم. شدت في هاد الشهر في 12 شهر 9 في 12 يوم دزات عندي البنيته. دابا كيشوف الاخر تيقول لي انا بغيت نشوف اختي. اخر مره مشيتي للطبيب فوقاش؟ اخر مره كنت مشيت اخر مره هي ديال باش شهر 3 في 21. شهر 3 7 شهور هذه. 7 شهور الناس دابا حالي ما قالوا حتى شي حاجه. من غير هذاك السينيغالي ولي لقاني في تما كينات. ما فهمتوش وصلت الربعة خرج بحالو بقيت واقف تما كين. بقيت نقوت خرجوا ديك السيكيريتي اللي تما كينات. لا ما عاودش رجع حيت انا عارف راسي لا رجعت تما عند دابز ولا عمشي للحبس حيت ما يديروا معايا تما. دابا حاليا ولدي ما متبع لا بدوا لا والو. غير هذا البيدياتر الطبيب ديال الاطفال ما قال لي حتى شي حاجه. ما استقبلوني ما والو. جيت طبيب ديال الراس كان في الانعاش كان تيستقبلوني واحد الاطباء الله يجزيهم بخير باش لقيت اللي كان في الانعاش يطمعوني وكانوا بزاف الحوايج كانوا في الناس اللي عمرها ظهر وقفوا معايا حتى شي حاجه. لقيت اللي خرج لقيت اللي حولته من الطبيب تما ديال الاطفال للطبيب ديال الراس ما داروا معايا حتى شي حاجه. حاجه وحده تيقول لك حالته خطيره ولد دابا هذا هو المشكل تيقول لك حالته خطيره. ودابا حالته خطيره ما خرجتش حتى طريطمو ديال الدواء. انا كنسكيني اي حاجه اي تصويره طاوها لي ولا شي حاجه كنسكانيها عندي. اي تحاليل اي حاجه كنسكانيها. بالنسبه للسكانير درتي السكانير لا اللي ريم من نهار خرجتو ما عاود درتو لي. ما كاينش اللي يديرو. لا هما طلبوا ولكن ما كاينش اللي يديرو يا تما كاينس. ديرو على برا وعاد يمكن. ريم 1200 درهم. شي ما عرفتش المهم ماشي اللي كنت عارف ما عرفتش الثمن. دابا خويا كيخرج الزنقه يلعب هو ما تيخرجش الزنقه انت شفت شي في الاول ما تيخرجش الزنقه كاع. بغيت هو كيفاش يحيدوا الشقفه مسكين وكل واحد يد فراسو. ودابا هذا هو الاشكال اللي كنستعمل فيه انا. تيتاكر دابا حاليا انا كون ما طريت اليوم وبقيت نعيط لك بزاف سمح لي بزاف حيت نشوف الدري ولدي. اليوم عيطت لواحد السيد قلت له شوف اخويا راه كان طالع له الدرجه 40 ديال الحراره هانت راه كلشي عندي. كان طالع الدرجه ديال 40 ديال الحراره اللي كان طالعه له وكانت حتى الاخر درت له واحد قويل ديال 200 ودرت له هذا السير وهذا عاد ولا شويه الحمد لله. حيت الحراره ما خصش تستعملها في المخ كدير الاعاقه كدير هي هنا كتصيفط للسيد قلت له راه الدرجه الاخر عاود درت له قويل ديال 200 ودابا راه ولات هبطت الدرجه ديال 37 الحمد لله. انا ما طلبتش شي حاجه خوش تاثر عليه. دابا كل مره تيقول لي بابا راسي في يديتي في راسي لقيت اللي كان طيب الدواء ولا كيشوف لا العوينات ما كيشوفش الشبك. مشكل الشبك ولا عنده مشكل ديال القرنيه ولا شنو؟ ما هو المشكل اللي كيقولوا تيقول لك عنده الشلل. دابا حاليا ما تيحركش يده يده ورجله هذه ما تيحركهمش بجوج بهم كان ما تيحرك يده ولا رجله. الاطباء ما عطاوكش شنو بالضبط اللي ما عطاوش ما عرفتش. هذا هو المشكل اللي كنسول عييت ما نقلب علاش كنمشي للجمعيات كنمشي للجمعيات للاساس باش يوقفوا معايا تما كاينات. دابا انت مشيت للسويسي ما سكولكش مثلا المدير السويسي ولا الاطباء ولا الحارس العام؟ نهار اللي كان نعس ليا في الطبيب ديال باش كان في الانعاش باش طلعوا الطبق الثاني كانت تيجي هضرت مع الناس ديالي خديت الفاصمه وخديت المسائل بدلت لوالدي راسي براسي سوش فوسموس معاهم وعندي كلشي تصاور المسائل كامله بدلت لوالدي انا سوش فوسموس ما كاينات. ولكن المهم ما لقيتش اللي انا اللي تيطالب طالب ولدي يدير السكانير ويعرفوا شنو عنده ويتبعوا له الخدمه. كيفاش تكاليف العلاج مثلا ولدك
واش قلت ان شاء الله اللي دار التعاليم مثلا؟ ما كنسول عباد الله تيقول لك تقتل توصل حتى 10 المليون. 10 المليون؟ اه واحد السيد قال لي شوف الشقه فين داروها هذيك الشقه؟ الشقه حاليا باقي ما عرفتش اش فيه كاين. ما عرفتش الشقه فين كاين. تخليوها اكو تخليوها واحد البلاصه. اما سولت انا قال لك يخليوها على المده اللي عايش فيها هو. تيخشيوها في الفريكو تيخليها على حسب المده اللي عايش فيها. على حسب الهضره اللي كيقولوا الناس وهذه تيقول لك هاد العمليه والنعاس ديال السويسي هادي راه كتكلف المصاريف كثيره كتكلف 1200 درهم في النهار وكنعس في العشق شي 500 درهم ولدي يشوف عوالاتو ولا ما كانش يديروا غير السكانر ويتبعوا الاجراءات ديال الدري ولدي ها هما عندي انا عندي الدواسا عندي كلشي جميع الدوسيات عندي حتى الورقه اللي طاني الطبيب كلهم هما عندي اوراق ديال السويسي كامله عندي كلشي عندي واخا معنا معنا الان رئيس جمعيه الطفوله السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم اخويا تنجيو واخا توقيت تاخر شويه ولكن حاله كتستدعي عنا باش احنا نساهموا في هذا العمل الانساني. اليوم انتم كرئيس جمعيه الطفوله كيفاش بانت الحاله ديال الاخ مهدي مع الابن ديالو عثمان؟ اولا السلام عليكم شكرا سي حسن والله العظيم تصرفنا مع الحاله وانا بقى فيا الحال والله العظيم. زعما حشومه في 2024 بقاو نطالبوا بحال هاد الحوايج هادو. كيفاش المغرب غيستقبل واحد 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 المونديال اللي غير الزباب الفلوس؟ كلشي في ولادنا كيضيعوا. انا دابا كنطالب بواحد القضيه، كنطالب ما راه حشومه. راه بالسيف الاب ديالو ما يتالم ولا راه حشومه انا بقى فيا الحال. وكيفاش استقبلوه ما استقبلوش في سويسي؟ انا كنوجه رسالتي للسيد وزير الصحه. الا ما قدرتوش تعالجوا الطفل هذا خرجوا لنا بالاك وقولوا لنا باننا راه ما قدرناش نعالجوا هذا الطفل هذا وصافي ورميونا ما يمكنش نشوفوا حنا الاطفال ديالنا كيضيعوا بحال هكا الاول الثاني الطفل باقي صغير ومشات له الشبكه ديال العين ومحيد حشومه كاع محيدين له مسكين راه عيب وعار والله العظيم واش دابا حنا ما كنطالبوا لا بخبز لا بوالو حنا بغينا السيد يتعالج دابا السيد ما كيطالب حتى حاجه ما قالك عاونوني ما قالك بغا ولدو يتعالج من حقه مادام هو مواطن مغربي من حقه يتعالج راه حشومه واش الطفل تشوف السيد راه انا والله لا بقى فيا والله العظيم انا ربما قالوا لك دابا المشكل السي حسن هو انه ما شخصولوش يعني ما عطاو ما حدولوش شنو خصو يدير هو السيد كيمشي كيبقى مجهول كيطلع لهذا البيرون كيطلع لهنايا كيهبط هنا السيد كيتشكى تيقول لك انا عايقولوا لي زعما السيد محروق محروق على الكبد ديالو ما حدوش يطلعوا يهبط السيد داخل واش ما عرفتش واش هاد السيد واش داخل الطبيب المستشفى واش داخل المارشي يتقدى الخضره واش هاد السيد خصو يعرف المشكل ديال ولده باش يتعالج راه حشومه راه الكبده هادي راه ماشي ساهل الراس ولا راه السيد عنده مشكل راه السيد راه زاد تنفخ زاد تنفخ له راسه يعني الحاله تزادت عليه راه ماشي تتوقع شي كارثه عاد نبقاو راه حشومه راه عيب وعار شنو مسكين تيبكي هذا ولده تيشوف ولده بانه حنا دابا حنا وجهنا رساله للسيد وزير الصحه الا ما داروش معنا حل حنا غادي نتوجهوا غادي نحتجوا امام وزاره الصحه لان هادشي ضرب بزاف ولا مبالاه جا عندهم ما سكلوش شوف حنا ما كنحملوش المسؤوليه لوزير الصحه لانه اسمح لي شوف المسؤوليه ربما وزير الصحه عنده تعليمات وعنده كذا ولكن كتلقى الموظفين وكتلقى داخل المستشفى كاين بزاف ديال التماطل انا هنا كنوجه لهم رساله انهم يتقوا الله عز وجل في المواطن المغربي لان راه بزاف راه حشومه نبقاو نخرجوا نطالبوا بان السيد خصو يتعالج زعما راه حنا غادي ننظموا مونديال وغننظموا كذا وغننظموا كذا راه زعما حنا راه زعما باقي ما وصلناش لذاك النيفو ان البنيه كاينه ولكن الخدمات ما كايناش واش كيفاش انت غتجي راه حشومه راه بقى ناقشوا موضوع اخر السيد خصو يتعالج دابا الطفل ما كيشوفش دابا خصهم تعرفوا الدري ما كيشوفش راه راسو راه زاد تنفخ راه شتو انا بقى فيه الحال دابا خص السيد يتعالج والا غنضطروا اننا غنمشيو نحتجوا فهمتيني؟ انا باش كان في الاول باش كان لقيت اللي يخرج دري ولدي سولوني واش قاري ولا ما قاريش واش خدام ولا ما خدامش كتبوا لي بزاف قسما بالله العظيم هادشي اللي اقسم باقي عاقل السيد تيجي عندي خدام تيقول لي واش قاري ولا ما قاريش واش يكتب وتسول المدام ديالي واش قاري عرفوني انا ما قاريش عرفوني ما عنديش وعرفوني ما عنديش هادشي باش كون عرفوني قاري وعندي السلطه ولا عندي شي حاجه كون مشاو وقفوا معايا ولكن كنا عندنا الله سبحانه وتعالى ولكن باش يجي يسولني يقول لي واش قاري ولا ما قاريش ويعرفني انا ما قاريش وما عنديش وعارف في واحد العائله اللي متوسطه وفي الاخر يجي يخلوني بحال هكاك راه ما دابا حتى التحديد ديال المرض ما عطاوش شوما والله الا الدري ما غيقرا ما غيتفرج راه عيني ما بقاش كيشوف بها جوج عينين زعما واش ما هزتكمش واش ما اتقيتوش الله في هذا الطفل هذا السيد كيمشي كيبقى تما نهار كامل ومزاور خصو يؤدي الواجب ديالو
كنظن ان الدري خصو يعيش الطفوله ديال راه ما كيعيشهاش راه زعما صعيب باش فهمتي. كنظن الرساله ديالي وصلات وكنتمنى من السيد وزير الصحه وانا اكيد غادي يستجب لينا يحاول هاد الطفل ينقذو صافي هذا هو اللي غادي يوجد نقد هاد الطفل هذا ولا وجه جزيل الشكر والمغاربه كنطلب من المغاربه كذلك ان اذا كان شي واحد زعما يقدر يتعاون مع السيد هذا ويخلي لكم التليفون ديالو ومدوا له يد المساعده السيد باغي يعاون له يتعالج ما باغي حتى حاجه زعما خص فهمتي. كنتمنى فعلا ان المغاربه يتعاونوا مع الطفل هذا والله العظيم الى زعما بقى فيا صراحه لان الطفل خصو يعيش الطفوله يتفرج فهمتي كياكل وما كيشوفش زعما فهمتي هادشي تيضرب انا زعما ضرني في خاطري وقسم رب الكعبه كنتمنى من وزاره الصحه. المهم النيميرو ديال التليفون ديالي 07 67 90 92 67 هذا هو النيميرو 07 67 90 92 67 هذا هو النيميرو ديالي. انا ما طلبت شي حاجه طالب غير ولدي يتعالج هادشي اللي كاين. حتى النوع ديال المرض او الحاجه اللي هذا ما حدوكش الاطباء ربما خصك تعاود من جديد. واش تيبان ليا؟ يقدر يكون هما عندهم الدوسي ديالهم تما غير يشوفوا الحاله ديالو راه يعرفوه. عثمان الرواجي راه معروف الدوسي ديالو. وانت كتعاني مع الام ديالك. دابا عام دابا. الام ديالو تيمسكينه الله يحسنها وانا. الام ديالو مسكينه انت شفتيها ما قدرتش تجي تهضر. باقا والله ما حتى شفتي قدامك. ما تدخلش حتى من البيت. الحل. يلاه عاد ولدها دابا. حتى العشرة. 100,000 درهم. ما عرفتش انا بالضبط ولكن شفت اللي كيقولوا الناس. مشاهدي جعبير الله يجازيكم. المتشبهين الكرام الاوفياء اللي جرت عبير بارطاجوا هذا الفيديو حتى نتوما ديروا واحد تساهموا في هذا العمل او النداء الانساني ديال الطفل عثمان اللي كيعاني من المشكل ديال الحديد في راسو بعد ما حيدوا له الشقفه ديال الراس وانه كفيف حتى العين مجهول مابقاش يشوف فيهم. كنتمناو من المغاربه سواء من الله عز وجل ومن جل المغاربه سواء داخل المغرب او خارج المغرب باش يتساهلوا معاه اي واحد بما قسم الله باش على الاقل نردوا الحياه لهذه العائله المتضرره بس لكن من جراء